مدرش بيه واني طالع بالشارع على الناس كنت اباوع والجو كان حر مدري مغيم ومطر. شفت وحدة من بعيد شدتني بهالشعر مشيت وراها وابد نفسي ما امانع تمشي هي بسرعة واني امشي وراها وجهها ما انشاف لكن نبتني طعرها اقول البيها بلوة ومشتها هي حلوة البدي كان احمر والشعر كان اصفر والجنس فد منبر كانها مسويت لي سحر امشي بسرعة وراها وبصابيعي انا عض لو مؤيب من الناس بالشارع انا اركض وصلت راس الشارع اشرت التاكسي لما صادت هي بسرعة يمكن انا ارى التاكسي وقف التاكسي الثاني ومشيت وراها وصلت للمنطقة وصادت بعمارة ونزلت من عمارة يا ربي راح انجن خلي اشوف لي فجارة رب ارحمني هاي سهرتني تريد تركضني وراها هلبني يا هبني ودتني صعدتني نزلتني موتتني حيتني يا ربي مدرش بيه رب ارحمني هاي سهرتني تريد تركضني وراها هلبني يا هبني ودتني صعدتني نزلتني موتتني حيتني يا ربي مدرش بيه خطلتني بهدلتني جم الظهر شوفتني بكل بغداد فررتني حي ودارك لعبتني بصتني سوبر ماركت دخلت هي تركض بيها قلت انتظر بالباب من تطلع احاكيها حباري تاني وقفت مبتسم طلعت من الاسواق شفت تاني شكلها يا ريت ما شايفها ما ادري انصدم ضليت ابلع ريقي ما ادري شكلها شكلها ما ينجرع شكلها تقول بعبع من ظهرها هي حلوه بس وجهها ما ينجرع اللي يشوف وجهها يقول صار لها قر الميته طفار التاني منها ضاع الحلم اللي تمنيته لا تتوقعها ميته هسه هي جزء ثاني وجهها يقدر يخوف يوم كبطنا شوف مكاني 100 كيلو ركضتني من البنات توبتني هاي الدنيا كرهتني حتى اسمي نشتني نهاية سهرتني تريد تركضني وراها هلبني يا هبني ودتني صعدتني نزلتني موتتني حيتني يا ربي مدرش بيه رب ارحمني هاي سهرتني تريد تركضني